إجراء قرار قتل محافظة البصرة تعيين 42,000، واليوم أكو أمام ديوان محافظة البصرة تظاهرة جديدة، ممكن يكون عندنا فرص عمل جديدة من البترودولار؟ أنا قبل لا أجيك هسه كنت يومهم الخريجين ومن حقهم، هي مو كل شيء تعيين، ترى خلينا نكون واضحين، من حقهم أن نوفر لهم فرص عمل. فرص العمل يمكن بخطط الحكومة أنه إشراك القطاع الخاص ببرامج الحكومة، هذا مهم جدا، أنه توفير فرصة العمل لا يعني أنه فقط نذهب إلى تعيين، لأن إذا نذهب إلى تعيين ممكن شفت السيد رئيس الوزراء صرح علانية أنه كل السابقين ممكن أنه نحل مشاكل، لكن علينا الآن يمكن عندنا عجز بالموازنة 63 تريليون، إذا نروح نذهب إلى التعيين يمكن نصف الموازنة راح يكون عجز، فلذلك أنه توفير فرص العمل لا يعني فقط التعيين، قد يستوعب جزء منهم في مؤسسات الدولة والجزء الآخر في الشركات العاملة بمحافظة البصرة.